تقول: أحيانا في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت، فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟ نعم، المرأة كالرجل، إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل، لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثنى منها شيء. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء، وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة. هل تجوز إمامة المرأة وما الدليل وما حكم إذا صلت في مجموعة من النساء؟ نعم، صلاة المرأة بالنساء لا بأس ولا حرج، والممنوع أن تصلي بالرجال، لأن المرأة لا يمكن أن تكون إمامة للرجال، فإن الرجال قوامون على النساء، والإمام إمام قوام على من وراءه، فلا تكون إمامة للرجال. أما مع النساء فنعم تكون إمامة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل تسن صلاة الجماعة للنساء المنفردات عن الرجال أو لا تسن، على قولين في هذا. ولكن إذا صلى النساء جماعة وجب عليهن أن يصففن كما يصف الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تصلي خلف صف النساء وحدها إذا كان لها موقف في الصف، ويطلب منهن التراص وتسوية الصف وأن يكمل الأول في الأول كالرجال تماما. أما المرأة وحدها مع الرجال فتصف وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صف الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل عن تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة للمرأة. تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل بالنسبة للرجل وللمرأة أفضل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات ليلة إلى أصحابه وقد مضى عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع الجماعة، فإن تأخيرها حرم عليه في هذه الحال لوجوب صلاة الجماعة عليه، ويجب إذا أخرت ألا تتجاوز نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط، فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل، لأن ما بعد نصف الليل ليس وقت لها. ولهذا كان القول الراجح أن ما بعد منتصف الليل ليس وقت للعشاء، فلو أن المرأة طهرت من الحيض بعد انتصاف الليل فإنه لازمها قضاء صلاة العشاء، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. ولهذا نقول إن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي منفصلة عن صلاة العشاء لأن بينهما نصف الليل الأخير، منفصلة عن صلاة الظهر لأن بينهما نصف النهار الأول. ولهذا قال الله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، ولم يقل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، بل قال إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصفه، لأنه هو الذي به يكون أشد ظلمة، وهذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة أيضا، يعني أن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن وصريحه. بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها علما بأنها تصليها بمفردها؟ أفيدونا بهذا. المشروع في حق المرأة أن تكون قراءتها الصلاة سرا، ولكن لو جهرت وهي في بيتها ولا يسمعها أجنبي، لو جهرت بذلك إذا كان أنشط لها كما يكون هذا. هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها علما بأنها تصليها؟ قل: هل يجوز لي أن أقرأ في القرآن وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها؟ الآن المسألة قد انقضت، لكنها لو تكررت. لا. فإذا تكررت، إذا حكمنا بأنها حيض بحيث رجع استمرت كما يستمر الحيض العادي، وهي أيضا بطبيعة الدم الحيض، فإنها لا يحل لها أن تدخل الحرم. وأما القراءة، قراءة القرآن، فإن الراجح عندنا أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاج إلى ذلك، لا. لكونها مدرسة تدرس البنات مثلا، لا. أو طالبة تريد اختبار أو تخشى النسيان، فإنه لا حرج عليها في تلاوة القرآن حينئذ بحمل المصحف أو حفظا. نعم، حفظا أو نظرا. عند العيد أثناء الصلاة يحضرن النساء لصلاة العيد خلف الرجال، مع أن مكان الصلاة ليس جامع وإنما أرض مكشوفة، هل يجوز لهن الصلاة خلف الجماعة؟ نعم، يجوز لهن ذلك، بل إن صلاة العيد خاصة يندب لها خروج النساء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء في صلاة العيد حتى الحجر وذوات الخدور،
والعواتق إلا أن الحرير يعتزلن المصلى، ولا حرج عليهن أن يقفن وراء الرجال بدون حاجب، لكن يجب عليهن تغطية الوجوه، لأن المرأة لا يحل لها كشف وجهها عند الرجال سوى محارمها وزوجها. جزاكم الله خيرا. هل تجوز صلاة الحائض وهل هناك حالة صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصل، والحديث ثابت الصحيح، فهي لا تصلي يحرم عليها تحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها، كقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. طيب ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى من أو تستحي من الناس وهي على غير وضوء؟ نعم يعني على غير طهارة، لا تريد أن تتطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسك. هذا صلاتها حرام ولا يجوز أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغسل. نعم. أيضا يقول ما هو الدعاء المفضل؟ فإن لم يكن لديها ماء فإن طهرت وما عندها ليس عندها ماء لا. فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء. تقول السائلة بأنها تصلي التراويح في رمضان وحدها في المنزل وتقرأ من المصحف، أي تمسكه في يدها وتقرأ منه وتجهر في قراءتها لأنها لا تخشى إلا عندما تجهر في القراءة، هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، ولا حرج عليها أن تجهر في صلاة الليل إذا لم يكن عندها من الرجال من يسمعها وهم غير محارم منها. أحسن الله إليك. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ثياب زوجها أو أخيها لكي تصلي به؟ وهل هناك مواضع من جسم المرأة يمكن أن تظهر في وقت الصلاة؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الرجل، لا ثياب زوجها ولا ثياب أخيها ولا أبيها ولا ابنها، لأنها إذا فعلت ذلك تشبهت بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. لكن إن أخذت ثوبا لزوجها أو أبيها أو ابنها وهي تعلم أنهم يرضون بذلك وجعلته لفافة على صدرها فهذا لا بأس به، وأما أن تلبسه كما يلبسه الرجل فإن ذلك حرام عليها، ولو فعلت وصلت به فإن كثير من أهل العلم يقولون إن صلاتها باطل لأنها صلت في ثوب محرم عليها لبس. نعم. قول ما حكم صلاة المرأة خارج بيتها؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة المرأة في غير بيتها تنقسم إلى قسم، القسم الأول أن تصلي في مجامع الرجال كصلاتها في المساجد، والقسم الثاني أن تصلي في بيت من ذهبت إليه لزيارة أو نحوها. فأما الأول وهي صلاتها في مجامع الرجال كمساجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الحكم فيها بيان شافي، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لا في المساجد مع الرجال إلا في صلاة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها وهي صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وأما صلاة المرأة في بيت غير بيتها كبيت قصدته لزيارة أو نحوها فإنه لا حرج عليها في ذلك، وصلاتها فيه كصلاتها في بيتها تماما، أي أنها ليست مأزورة ولا مأزورة، بل صلاتها في البيت الذي ذهبت إليه لزيارة أو غيرها كصلاتها في بيتها الذي هو سكنها. نعم. بارك الله فيكم. طيب أيهما أفضل، صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو الأفضل أن تصلي في منزلها صلاة الظهر ولا تصلي مع الإمام، لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة إلا في صلاة واحد وهي صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحجر وذوات الخدور، إلا أن الحجر يعتزلن المصلى، ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة. كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولا؟ نعم، إذا طهرت قبل المغرب فإنها تقضي صلاة العصر ولا يلزمها أن تقضي صلاة الظهر، لأن الظهر قد خرج وقتها وهي حائض، والحائض لا تلزمها الصلاة. وإذا طهرت قبل الفجر فإنه لا يلزمها شيء من الصلوات، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وما بين نصف الليل وصلاة الفجر ليس وقت لصلاة العشاء على القول الراجح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت العشاء إنها إلى نصف الليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر. بخلاف العصر فإن العصر وقتت إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يغيب كل شيء من الليل، ولكن ورد حديث يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يرد مثل ذلك في العشاء، فبقيت على الحد الأول وهو نصف الليل. فإذا طهرت المرأة بعد منتصف الليل فليس عليها صلاة لا عشاء ولا مغرب،
ما حكم لبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة؟ أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة، وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإنها تكشف وجهها ولا تنتقل. أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستل على وجهها الخمار حتى لا يروها، فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها. ما حكم لبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة؟ أما لبسها القفازين فلا بأس. هل يجوز للمرأة أن تكشف يديها وقدميها في الصلاة في بيتها في حالة عدم وجود أجانب؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل كف المرأة وقدماها عورة في الصلاة أو لا، وليس هناك شيء صريح صحيح من السنة يبين ذلك، ولكن الاحتياط أن تستر المرأة كفيها وقدميها، إلا أنها لو لم تفعل وصلت فصلاتها صحيحة، لأنه ليس هناك دليل على أن الكفين والقدمين عورة في الصلاة. بارك. هل يجوز القيام بصلاة التراويح لوحدي حيث أن زوجي يضطر للسفر إلى مدينة أخرى وليس فيها مصلى للنساء، وبهذا أصلي التراويح في البيت وحدي علما بأنني لا أحفظ من القرآن إلا القليل، فهل يجوز أن أحمل القرآن أثناء صلاة التراويح؟ نعم، أقول إن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى وإن كان هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح، وحضورها إلى المسجد من باب المباح وليس من باب المسنون أو المشروع. وعلى هذا فإذا صلت المرأة في بيتها فلا بأس أن تصلي جماعة في أهل البيت من النساء، لأنه روى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها أو أهل بيتها. وفي هذا الحال إذا كانت لا تحفظ من القرآن إلا قليلا فلها أن تقرأ من المصحف، لأنه روى أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، ولأن الحركة التي تكون في نقل المصحف وتقليب صفحاته والنظر إلى كلماته حركة لمصلحة الصلاة فلا تكون مكروهة. ثم لو قدر أنها مكروهة لأنه يمكن الاستغناء عنها بالاقتصار على ما يحفظه الإنسان، فإنها في هذه الحال ترتفع الكراهة للحاجة إلى ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب، أيهما أفضل، صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في منزل؟ الأفضل أن تصلي في منزلها صلاة الظهر ولا تصلي مع الإمام، لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة إلا هي صلاة واحدة وهي صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة. تسأل وتقول فضيلة الشيخ، إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول قد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ أفيدونا مأجورين. أما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح. نعم. وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدميها. نعم. هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ قبل الإجابة على سؤالها أقول إن هذه العبارات التي سبق سؤالها تدل على إيمانها ومحبتها لأهل الخير، وإني أقول إن من أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، والمحبة في الله عز وجل أقوى من كل رابطة، وليت المؤمنين يصدقون هذه المحبة ويعطونها حقها من الإلفة والتعاون على البر والتقوى وتلشيط بعضهم بعضا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإزالة كل ما يعوق دون تحصيل ذلك من الخلافات التي قد تكون مساغا للشهاد الذي يعذر فيه المخالف. فالمحبة في الله عز وجل لها تأثير عظيم على سلوك الإنسان وعلى إصلاح المجتمع. أما بالنسبة لسؤالها وهي أن تصلي وهي حاملة طفلها فإن ذلك لا بأس به، أي لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهرا واحتاج إلى حملها لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في الناس وهو حاملها صلى الله عليه وسلم،
إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فإذا فعلت المرأة ذلك في طفلها فلا بأس به. هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ حكم صلاة المرأة فضيلة الشيخ وهي تلبس الذهب؟ صلاة المرأة إذا كانت لابسة الذهب لا بأس بها، نعم، ولا حرج عليه، لأنه ليس من الشرط صلاة ألا يكون على المرأة في حلي. نعم. سائلة من خارج المملكة تقول أسأل الشيخ عن صلاة العيد بالنسبة للنساء، حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد، فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟ الحكم في ذلك أن هذا من البدعة، فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم. وأما أن تقيم صلاة العيد في بيتها فقلق عظيم، فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت. أحسن الله إليكم. هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء؟ وهل هي مشروعة أم ممنوعة؟ وما هي الأحاديث الواردة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس، ولكنها تكون خلف الرجال، وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه أمر النساء بأن يخرجن يحضرن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحجاب أن يعتزلن المصلى. فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين وتلتمس الخير فلا حرج عليها في ذلك، لكن يجب أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة. وها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن النساء إذا صلينا في المساجد مع الجماعة تجد بعضهن تصلي منفردة وحدها خلف الصف ولا يعتبرن الصفوف شيئا، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء، فبين أن للنساء صفوفا، وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كانت المرأة مع نساء فإنه لا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف الصف، إلا إذا كان الصف تاما فإنها تصلي خلف الصف ولا حرج عليها كالرجل. نعم. تقول في سؤالها الأول عن الحديث الذي ما معناه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة، ولم يذكر القدم، فهل يجوز أن يظهر القدم في الصلاة؟ لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي ذكره هذا السائل، وإنما هذه عبارة لبعض الفقهاء أن المرأة في الصلاة عورة كلها إلا وجهها، وبعضهم تقول إلا وجهها وكفيها وقدميها، فالعلماء رحمهم الله مختلفون في كفي المرأة وقدميها، هل هي عورة، هل هما عورة في الصلاة أم لا؟ والاحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه، ما لم يكن حولها رجال أجانب، فإن كان حولها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها أيضا عن هؤلاء الرجال، وإذا سجلت في الأرض أزالت الغطاء عن الوجه حتى تباشر جبهتها الأرض، لأن في هذه الحال لا يراها أحد، وإذا قامت وحولها رجال أجانب سترت وجهها، هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط لدينها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهة. تقول في سؤالها الأول عن الحديث الذي ما معناه عن هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية، وهل يجوز غسل الشعر فقط؟ تريد إفادة بذلك. أما الصلاة، نعم، الجواب على ذلك المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها. وأما غسل الحائض رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيض، وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت، ولها أيضا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها ولا حرج عليها في هذا. ما حكم المرأة يا فضيلة الشيخ التي تعبد الله وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهي لا تخفي رأسها؟ هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة لها أجر عند الله؟ أرشدونا بارك الله فيكم. أما قراءة القرآن فإنه لا يشترط لها ستر الرأس، وذلك لأنه لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن. وأما الصلاة فإنها لا تصح إلا بستر العورة، والمرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فلا يجب عليها أن تستر وجهها في حال الصلاة إلا أن يكون حولها رجال غير محارم لها
فإنه يجب عليها أن تستر وجهها عنهم، لأن المرأة لا يحل لها أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها. نعم. ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها علما بأنها تتكشف عند تحويلها هذا الرداء؟ وهذا هو الملاحظ، فأرجو منكم الإفادة. إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والناس والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل، لأن قلب الرداء غاية ما فيه أنه سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة. وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل، لأن هذا هو الأصل أن يتساوى الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.